العافية. هلا نحن وياكم رح نروح لنشاط كمان رح يصير نهار الأحد بالتيار الوطني الحر في منطقة علي، خلينا نشوف. مثل ما شاف الرب فلس الأرملة أهم بكتير من يلي قدمه الذهب والفضة، ما نقول اليوم إنه تقدمتنا ما رح تقدم ولا رح تأخر. نحن لبعض وليرة بتفيد بهيدي الظروف يلي رح نقطعها بإذن الله، سوا بتكافلنا وتضامننا، هيك تعودنا نكون بأحلك الظروف. اليوم في كتير من الناس بحاجة لأقل مكونات البقاء والاستمرارية لحتى تقدر تكمل. خلينا اليوم نعتبره فرصة، فرصة ساوتنا كلنا بغض النظر عن ثقافتنا أو ديننا أو مهنتنا أو وضعنا المالي. عملنا هو حماية بعضنا لبعض ورعاية بعضنا لبعض والاستفادة من بعضنا لبعض. كوفيد 19 عملنا كلنا بالمساواة، بس ذكرنا بترابطنا وإنه يلي بنعمله بأثر على كل اللي حوالينا. المطلوب نجمع سوا إيد بإيد لنقدر نستمر ونمرق سوا هيدي المحنة. مبلغ صغير ممكن يكون له وقع كبير. هالناس بحاجة لدعمك، 50,000 ليرة بس تقدر تساعد عائلة بكاملها لتستمر بهالأزمة. فينا نختار نكون أنانيين ونعتمد بس بحالنا، عملنا الحقيقي منه شغلنا وبس. خلينا نحافظ على نفوسنا، اليوم هيدي فرصتنا تبدل كل المعطيات، ما بقي إلا إنسانيتنا. أسبوعين وبقدرة الله بنمرق هيدي المحنة سوا ومنطلع على ورا مرتاحين إنه هالكابوس خلص. خلينا نتأمل كلنا سوا إنه بعد كل هالصعوبة في سهولة والحياة دورية، وهذا الأمر منه بحاجة للذعر لأنه كل هيدا اللي عم نعيشه رح يمر. إيد بإيد منواجه هالأزمة كلنا سوا. تليتون علي الأحد 5 نيسان من الساعة 4 للساعة 7 بعد الظهر. كونوا كتار، انطرونا. إذن هذا هو التليتون، ومفروض يكون معنا هلأ منسق قضاء علي، منسق التيار بقضاء علي المحامي أنطوان فرانسيس. عبر سكايب رح ينضم لنا ليوضعنا بشو محضرين وشو مطلوب وكيف ممكن التواصل بهيدا التليتون لمتابعة المساعدات، وبالنهاية الكل مرئين بصعوبة ومبادرات فردية من هالنوع بتساعد كتير. استاذ أنطوان صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. التليتون كيف رح يصير؟ عبر التليفون، عبر فيسبوك، عبر شو؟ الله يعافيك. عم تسمعني؟ نحن التليتون رح يكون عبر الفيسبوك. الو، اذا عم تسمعني تفضل. نعم، رح يكون عبر الفيسبوك نهار الاحد بخمس الشهر، رح يكون نهار احد الشعنيني، وهيدا التليتون احنا قلنا فيه لجمع تبرعات من قبل ابناء قضاء علي وباقي الاقضيه لمساعده اهلنا بقضاء علي، وجمع حصص غذائيه لتوزيعها على الاشخاص يلي عم يمروا بمرحله صعبه من وراء ازمه الكورونا والازمه الاقتصاديه كمان يلي سبقتها. نعم. كيف راح تصير الآلية؟ كيف ممكن الناس اللي حابة تشارك خاصة بمنطقة علي أو حتى يمكن خارج علي ممكن يساعدوا بهذا الإطار؟ صحيح، نحن راح نكون نهار الأحد بعد الظهر من الساعة 4 للساعة 7 عبر الفيسبوك تبع قضاء علي FBM علي أونلاين، وراح نكون عم نتلقى اتصالات وعم نتواصل أيضا مع أشخاص لمد المساعدة عبر أرقام تليفونات الموجودة على الإعلان يلي عرضته، وإذا بتحبوا كمان برجع بعطيكم إياها. فيك ترجع تذكر فيهم أكيد. أرقام 70-30-50-83، 70-93-10-86، و 03-69-78-06. وكمان عبر الـ OMT التبرع بيكون باسم أمين صندوق هيئة القضاء الأستاذ توني عبد النور. نعم.
هون خلينا نوضح شغلة، أنه دايما تا ينجح تيليتون، يمكن خاصة ظروف كل العالم صعبة، هل تواصلتوا مع ناس مقتدرين أن يكونوا بعلم هذا التيليتون، يكونوا هن عم بيفتتحوا، عم بيشجعوا، عم بيكونوا مبادرين؟ صحيح، نحن تواصلنا مع عدد كبير من الاشخاص ولقينا تجاوب كبير بهذا الموضوع، يعني كتر خير الله بعد في ايادي خيره وبعد العالم بعد لبعض، يعني مثل ما بيقولوا، وان الله راد نهار الاحد متوقعين تجاوب كبير من العالم. المساعدات شو رح تكون؟ مساعدات يعني مختلفة، نحن عم نطالب بمساعدات مالية لشراء حصص غذائية، وإن شاء الله الله راد نتعاون مع ست داليا كمان بهيدي الحصص اللي عم توزعها، مهمة جدا لنقدر من خلال المبالغ اللي رح نجمعها نعمل بمرحلة أولى شراء عدد الحصص يلي بيكون هالمبلغ جمعناه، كذلك الأمر فيما يتعلق بالتقديمات العينية كمان، يلي حابب يقدم تقديمات عينية نحن بنرحب بهذا الشيء. نعم، وكله راح يكون لايف وكله في شفافية ودائما نحن لنحمس بعضنا ولتكون الشفافية كمان موجودة، حبينا يكون هذا الموضوع لايف ويكون الارقام عم تنشاف قدامنا كمان على الفيسبوك لنعرف رقم التبرع ونحمس بعضنا لنزيد ونرفع هذا الرقم. كذلك الامر رح يتم خلال فتره وجيزه، يعني الحاله الضاغطه يمكن ما بقى تسمح انه ننتظر الدوله لتقوم بهيك خطوات، لانه الاجراءات اللي عم تتخذها الدوله بدها وقت للتطبيق. فممكن نحن ورا ما نخلص التليتون خلال اسبوع نكون عم نعمل اول حمله توزيع، تكون خلال فتره العيد، يعني الاسبوع اللي بعده دغري نكون عم نوزع الحصص الغذائيه بالقضاء. لمين رح يتم التوزيع؟ يعني عملتوا احصاءات مسبقه؟ عملتوا ليستا بالاسر اللي بحاجه؟ يعني اكيد تم التحضير قبل الانطلاق. احنا ببدايه الازمه وبتوجيه من رئيس تيارنا الوزير جبران باسيل، بعد ما اطلق خطه مواجهه وباء الكورونا، اصبحنا بحاله تعبئه وجهوزيه كامله. قمنا بدايه الامر بتحضير فرق متطوعين بكل هيئه محليه، بعني فيها هيئه محليه يعني بكل ضيعه لقضاء عليه. تم امور كثيره، منها جمع اسماء العيال الاكثر حاجه بهالفتره هيدي، الى جانب امور اخرى منها تعقيم ببعض البلدات بالقضاء واكيد بمساعده بعض البلديات كمان، وامور اخرى كمان قمنا فيها لتنفيذ الخطه بكامل بنودها. صح، بنودها العشره اللي سبق وذكرناها مرارا. منها مواضيع الحجر كمان، سعينا لايجاد اماكن حجر للاشخاص يلي هن بحاجه للحجر بهالفتره والمصابين، خاصه هلا جاي وفد مغتربين بده يكون في تامين لهم حجر اذا ما كان عندهم مطرح ببيت. نحن مبدئيا على جهوزيه بقضاء عليه لهذا الموضوع. نعم، نحن لك يعطيك العافيه. نعم، التربين يلي هن من قضاء عليه اكيد اليوم في خصوصيه، كل ضيعه بتفضل انه ضمن خلال ضيعتها يكون في مكان حجر، لا سعينا قد ما فينا انه تكون اماكن الحجر متوزعه بكامل القضاء. نعم، نحن بنقول لك يعطيك العافيه المحامي انطوان فرانسيس منسق قضاء علي بالتيار الوطني الحر، وبانتظاركم الاحد بين الساعه 4 والساعه 7 بالتليتون قضاء علي بهذا الظرف. أنا بدي أتشكركم وممنونكم جدا على هاي وجباتنا. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. هون بهالإطار خلينا نقول إنه معظم يعني هيئات الأقضية بلبنان التابعة للتيار الوطني الحر عم تشتغل ضمن هيدي الخطة، كل هيئة على طريقتها، وبالنهاية الهيئات المحلية بكل القرى عم بيعملوا لوائح بأسماء العائلات اللي سيتم مساعدتها، كل هيئة قضاء حسب نشاط معين، فيعطيهم ألف ألف عافية. وهلا إلى فقرتنا التالية سراج النور.